السلام عليكم اعزائي التلاميذ اليكم الان تصحيح التطبيقات حول درس التناسبيه النسبه المئويه التمرين 2 صفحه 119 لاحظ ما يلي 40 في 15 على 100 كيف نحسبها 40 في 15 على 100 يعني عوضنا 15 على في المئه عفوا ب 15 على مئة لأننا سبق لنا أن رأينا في الدرس أن النسبة المئوية هي عدد كسري مقامه مئة، إذا يساوي أربعون في صفر فاصلة خمسة عشر، لأن خمسة عشر يعني خمسه عشر مئة تساوي صفر فاصلة خمسة عشر، يعني خمسة عشر جزءا من المئة، يساوي ستة، إذا نحسب خمسة عشر في المئة من العدد سبعة عشر، فنكتب سبعة عشر في خمسة عشر في المئة. يساوي سبعة عشر في خمسة عشر على مئة، يساوي سبعة عشر في صفر فاصلة خمسة عشر، يساوي اتنان فاصلة خمسة وخمسون، ثم نحسب خمسة عشر في المئة من العدد مئة وعشرون، إذا مئة وعشرون في خمسة عشر في المئة، دائما قلنا نعوض خمسة عشر في المئة بهذا العدد الكسري الذي مقامه مئة، فنكتب مئة وعشرون في خمسة عشر على مئة. يساوي 120 في 0.15 يساوي 18 إذن هذه العمليات عزيزي يمكن أن نعوض بها ما نقوم به في جدول التناسب عندما نريد أن نحل مسألة فيما يخص النسبة المئوية لأن 0.15 هنا كما تلاحظون مثلا هو معامل التناسب الذي نجده في جدول التناسبية نمر الآن الى التمرين الموالي وهو التمرين سبعة في الصفحة مئة بلغت نسبة النجاح في إحدى المدارس ثمانية وستون في المئة فإذا كان عدد التلاميذ هو 825% وخمسة وعشرون فما هو عدد الناجحين اذا هنا لاحظوا اعزائي التلاميذ استعملنا جدول التناسب لحل هذه المساله اذا جدول التناسب كتبنا عدد الناجحين ثم عدد التلاميذ في المدرسه اذا عندنا ثمانيه وستون في يعني من بين مئة تلميذ نجح ثمانيه وستون تلميذا إذا من بين 825 تلميذا ما هو عدد الناجحين؟ إذا هنا نجد معامل التناسب وذلك بقسمة 68 على 100 إذا هو 68 جزءا من 100 يعني 0.68 هو معامل التناسب الذي ننتقل به من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول فنضرب ثمان ب عفوا بالضرب نعم فنضرب ثمانمائة وخمسة وعشرون في صفر فاصلة ثمانية وستون للحصول على عدد الناجحين فهو خمسمائة وواحد وستون أو نستعمل طريقة الرابع المتناسب أو الطريقة الثلاثية فنضرب ثمانمائة وخمسة وعشرون في ثمانية وستون قسمة مئة نجد خمسمائة وواحد وستون إذا عدد الناجحين هو 561 تلميذا إذا هنا عزيزي إما إن, أن نستعمل طريقة الجدول التناسبية ونجد معامل التناسب إما أن نستعمل هذه الطريقة اللي هي الرابع المتناسب كما سبق لنا أن رأينا في الدرس ويمكننا كذلك أن نستعمل الطريقة التي رأيناها في التمرين اثنان اه الذي رأيناه من قبل وهو أن نحسب ثمانية وستون في المئة من العدد ثمانمائة وخمسة وعشرون فنضرب ثمانمائة وخمسة وعشرون في ثمانية وستون في المئة ونتبع نفس الطريقة التي رأينا فنجد خمسمائة وواحد وستون إذن هذا فيما يخص التمارين التي في كراسة الرياضيات. alors maintenant on passe aux ou bien à faire sur euh, le livre de mathématiques. Donc, euh, on a l'exercice 1 sur la page euh, 94. Voilà. Donc, exercice 1, observe. Donc, on va observer l'exemple. 0,65, c'est-à-dire 65 centièmes. Est égal à 65 sur 100. Alors, et cette écriture, cette fraction qui a pour dénominateur 100, on peut l'écrire 65%. Pour 100. La même chose ici, 0,2, c'est 2 centièmes, plutôt c'est 20 centièmes, parce que 0,2 ou bien 0,20 est égal à 20 sur 100 et on l'écrit 20%. Pour 100. Donc, on fait la même chose pour compléter ces écritures, ou bien ces égalités. Donc, 1 sur 4, c'est-à-dire 1 quart, est égal à 0,25. C'est-à-dire si on divise 1 par 4, euh, ça donne 0,25, c'est-à-dire 25 sur 100. Parce que 0,25, c'est 25 centièmes. D'accord Donc, c'est un, une fraction qui a pour dé dénominateur. 100, donc on l'écrit 25%. 0,05, c'est 5 sur 100, c'est-à-dire c'est 5 centièmes, est égal à 5, 5%. 1 demi, ou bien 1 sur 2, si on fait la division, 1 divisé par 2, ça donne 0,5 ou bien 0,50. Donc c'est 50 sur 100, c'est 50%. 3 quarts on divise 3 par 4, on trouve 0,75. Et 0,75 et 75 centièmes est égal à 75 pour 100. Voilà pour l'exercice numéro 1, page 94. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 6, page 95. Donc, un vendeur m'a accordé une remise de 40 dirhams sur un achat de 250 dirhams. Quel est le pourcentage de la remise? Donc, j'ai fait des achats. J'ai payé pour cet achat 250 dirhams. Et le vendeur m'a accordé une remise de 40%. C'est-à-dire, il a euh, retranché de mes, de, de, du montant que je vais... 40 dirhams. Donc on va utiliser ici le tableau de proportionnalité. Donc remise en dirhams, achat en dirhams. Donc dans une, dans un achat de 250 dirhams, j'ai une remise de 40 dirhams. Donc la remise, euh, chers élèves, on a vu dans la leçon la traduction du mot remise en arabe c'est atarfid. Bon. Donc, on va voir maintenant, dans un achat de 110 dirhams quelle est, on va calculer la remise. Donc, on va essayer de trouver le quotient de proportionnalité en divisant 40 par 250. Ça donne 0,16, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, pour passer des nombres de la deuxième ligne. Au nombre de la première ligne, on multiplie par ce coefficient de proportionnalité, par 0,16. Donc, pour trouver ce nombre-là, je multiplie 100 par 0,16. Ça donne 16. D'accord Donc, la remise en dirham est égale à 100 multiplié par 0,16 est égale à 16. Ça, c'est la remise. Donc le pourcentage maintenant de la remise est 16%. Et je vous remercie d'avoir bien suivi la correction. Et il a l'irra ila darsin jadid. Insha'Allah.